كما شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بين وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ومعالي السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وبحضور معالي الدكتور نايف فلاح الحجرة في الأمين العام لمجلس التعاون وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع اجتماع الوزارية الخليجية الأوروبي السادس والعشرين تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق والتعاون تجاه التطورات والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم جهود تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي